اخوتي المشاهدين العزاز الغاليين، كيف حالكم مع الصحيحه؟ كيف حال وليداتكم؟ كيبقى معز عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا بصحه جيده يا ربي. واليوم لاله مريم هاد النهار دار لها شيخ بيزا قالت لك عامري ان شاء الله يا ربي. ونتمناكم يعجبوكم حتى نتوما، وتدخلوا على لاله مريم وتبارطاجي وتشجعوا على لاله مريم، تخلي لها كومونتيرات زوينين. شكرا لكم، وكلمه لاله مريم. السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واليوم اختكم مريم جات دير معكم حد الخبيزات، ونتمنىكم تقبلوا عليا واللي كنديروها كنشاركوها معكم. وشكرا لكم، وشكرا على التعاليق الزوينه اللي كتخليو لنا، وحنا كنحبوكم كيف ما كتحبونا، وحتى اللي ما كيحبناش كنحبوه. ونتمنى ان شاء الله نوليو خفاف على قلوبه وبغينا كيف ما كنبغيوه. وتحيه لكم كبيره، وما نطولش عليكم هذا الفيديو ونبدا. دابا عندي هنايا الطحين، عندي الخميره سنيده، الملح، بسم الله، تعاونين امي. انت ها جلسي الشريطه عاد بقى ما ديكي. الله ينورك يا مريم. امين يا رب. الله يجعل ربي يخليك ليا الدنيا ويطول لك العمر ان شاء الله، تنشوف كل شيء عروسه ان شاء الله، ونشوف وليداتك نحملهم. ايوا هادشي اللي تنتمنى، تنتمنى حتى شي حاجه، تنتمنى نشوف وليداتكم ونديرهم في حجرتي انا ان شاء الله. فهمتي الله يطول لك العمر. نعرس العربين ان شاء الله. ان شاء الله. تحياتي اخوتي المشاهدين، كي دايرين؟ بخير، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. تحياتي لكم عزيزه وغاليه اخوتنا المشاهدين، على الوقوف ديالكم وعلى الكومونتيرات الزوينين وعلى المشاهده ديالكم. وخوتي والله يحفظكم لينا اخوتنا المشاهدين، ونبغيكم البارطاج اخوتنا المشاهدين، وتوقفوا معنا وتطلعونا القناه. والله يحفظكم اخوتنا، وما كان عيل جديد ان شاء الله، ما غنبينوا لكم عيل جديد ان شاء الله. الله يحفظكم لينا اخوتنا المشاهدين العزاز، الله يخليكم لينا اخوتنا. وحنا خليكم على لاله مريم ومعدليك. حزميني لاله ورسميني باش نكون هي لاله مريم. ضروري متحزين، المرا دايما تتكون في الدار تدير الفواطه وتقضي شغال شيء ضروري. كنت هما تيضربو تمارا مساه. امين امين. المرأة مسكينة كتضرب تمارة في الدار، والراجل عاوتاني تيضرب تمارة برا مسكين. اي والله يعاون كل واحد. الله يسمح لنا من الوالدي. دابا ما كانش التمارة ما كاين والو. هادشي اللي كاين. طيب وديك مزيان. نهار ناكلو خبيزات مع عمرين، ياك لاله مريم؟ وكنتمناو المشاهدين يجيو عندنا. حتى هما نديرو لهم كويزات، نديرو لهم اللي تمناو، نديرو لكم اخوتي المشاهدين العزاز الغاليين. راه ما قلت لكم اختكم يطر وتقول لكم وعندها فراق معاكم الا ما داتني الماماس، هذيك ديالها تفرق معاكم، ما عندي فراق معاكم. وشكرا لكم على داك الكومونتيرات الزوينين اللي تفرحوا بيا والمشاهدة ديالكم اخوتي، نشكركم بالشكر الكبير. وخليكم معايا حتى نتلكا اخوتي. لك الدجاج كبيره، لا بد الملاوي وداك الشيء تيكون غير خفيف. معكم يا اخوتي واش راه تعرفي عيش، حنا كنشاركو معهم اللي كاين، نشاركو معكم اخوتي. وشكرا لكم اخوتي، خليكم على النمية تتسالي ان شاء الله، وتعمر هاد الخبيزات على عينيكم. هانتوما معنا اخوتنا المشاهدين تتكمل. خليت اخوتي العجينة ها، دابا ندهن اللاطة. دابا غادي نوجد اخوتي باش غادي نعمر هذوك الخبيزات. وانتوما هي غادي ندير نص كاس ديال الزيت، زيت المائده وزيت الزيتون مخلطه.
ديال البصله. غادي ندير الفلفله عندي هنا خضراء وحمراء مقطعين. غادي نخليهم يتشحروا بالملحه عاد نرجع معكم اخوتي. البصله ديالي والفلفله راهم تشحروا مزيان، وغادي ندير فوق هاد المطيشه مقرده، ندير المعدنوس هانتوما غير مقطع، ودابا غادي ندير العطريه ندير معلقة فلفلة حمراء، نص معلقة الكمون، معلقة ديال الأبزار، شوية ديال السوداني، دابا غادي نحل كلشي، وخليكم معايا. الخضرة ديالي تشحرت، دابا غادي ندير الطون. واللي عندها تا الخوفيط ديرو معاه كتجي معاه زوين، انا ما عنديش اخوتي الخوفيط ودرتي الطون. غادي ندير الزيتون، تابعونا. الخضرة ديالي طابت كما كتشوفوا، غادي كدبا غادي ندير صوص طوماط جوج معالق كبار، وغادي نخليها تقلي واحد شويه وصافي. تابعونا، ما هي طابت لي دابا، قرب لهم اخويا يشوفوا هانتوما هي. بغيت ندير الفرماج، الفرماج اللي بغيتو اخوتي هي هذا، انا هذا اللي لقيت اللي بغيتو ديروا الفرماج الحمار ديال السندويتشات اللي بغيتو، وغادي نغطي عليه باش يذوب لي، هو اللي غادي يعطي التعليك لهاد الحشوه هادي. نتمنىكم تقبلوا عليا وخليكم معايا اخوتي. دابا شفتوك عطا واحد التعليكة هادي زوينة خوت، ودابا غادي نطفي عليها، غادي نخليها حتى تبرد، وعاد غادي نعمر الخبيزات باش باش من ندير في الخبيزات باردة ما تفتحليش، إلا درتها سخونة غادي تفتحلي العجينة، وتنطلقاو إن شاء الله تتبرد هادي ونطلقاو إن شاء الله. وخليكم معايا خوتي المشاهدين، وشكرا لكم بزاف. هادي أنا هي خبرت، خبيزات كم كبار لصغار دابا هي مولات ولا دابا تنتي خصكي تقولي لي شنو تيعجبكم كيما درتي لنا ديك النهاريات صغيورين شوفوا
ثم اخوتي تبقاو مع العجينه تكوروها ديرهم قد قد الخبيزات عينك مزيان كديري فيه تبسي معاه معطيك الصحة مري وخليكم معايا خوتي الخبيزات تبغى اللي هو قدامكم هادو بسم الله تطلبوهم في الطحين باش من يجيو تقرصهم اخوتي ما تلصقولكمش المهمة ها المهمة مرحبا انت سي حدا مريم مرحبا بك معاين الفطاير يا تعطينا الفطاير ان شاء الله احنا جالسين بدا لاله مريم عندي ما نسال مريم بعد عندها تبارك الله الخبره في هادشي هذا ربي يخليك اخويا هي كانت صغيره كانت تدفع راسها حتى هي كانت في السيو حتى تنحط لها الماء تبقى حك حك ماشي غادي يوز عليهم ولا تنشد الشيته والصابون تبقى تهرد الشباك وتهرد كل شيء يا مسكين قلت نقول لها تقول لي لا مو راه شفت خوالاتك كي دايره غسل واحد خليني ندير سي انا بحال تنقول لها ولا سيري انت بحال خوالاتك ايوا منك الوالده بنت الله يسامح لكم دابا سمحي لي سنتي دابا انا وليت جلس انت اللي تضربي عليا تمام واخا نعيا ما ندير ما نردلكش داكشي اللي درتي لي انت الله يخليك ليا الله يجيب لك سنتي ربي يسهل عليك ويعطيك شي بنيته هي اللي ولات ولدي بني ان شاء الله يا رب بحال دابا انا كولدت العارفه بنيتك راه بحقك راه تزوج وخلاني ومشى لا الا راه داهم ومشى راه راجل ومشى خريرت المسرانه هي مريم هي التاليه هي تكون هنا مرحبا بك ان شاء الله نهار اللي تفرقنا انا وياك نموت شي بنيته انت يعطيك الله بنيته ما يسهل عليها مسكين تعاونها وتأتي لها ما ضاع كيما درتي لما إلا ولدت إلا ولدت بنيتها تفضل تجلس معاك إن شاء الله قلت لها كنتي كيما درتي لي انا جاب الله قال لك بنيتك هكا يا تجالسه حتى هي تتوجد لك الماكله وتغسل لك رجيلات كي تغسلي لي رجيلاتي والله يخليكم ليا وخلي لي حتى المشاهدين ديالي امين وخلي لهم وليداتهم تما راه خوتي المشاهدين راه مشى لي الواتساب مشاو لي النوامر كامل قسما بالله البارح الى قيلت نهار كله وانا مرفوع ودرا 3 ايام ولا 40 باش مشى لها راه كتبتها لكم دارتو لكم في واتساب حطها سوف في ستوري راه كتبت كتابه قالت لكم اخوتي راني مشى لي الواتساب ومشى لها كلشي النوامر كاملين مشاو لها نتمنى بحياتي يوليو يجيو لعندك قاولا شي حاجه قليله اللي قاولا مشاو لها كلشي بحال اللي تفورماط على التليفون مشاو لها كلشي اختكم هي الطقاريه بزاف باش نعرف نشد التليفون من عندي كلشي نحيت اخوتي انا هو سبب وانا اللي نحيته ما بحالي حد قاصد له شي حاجه ومشى على داكشي كامل نتمنى من خوتي وخواتاتي وليداتي وبنياتي وليو عند خيتهم يسردوا لها راني ما سخيتش بكم والفين تسرسروا عليا هذه يومين ما بقى حد يسرسر عليا بحال اللي خاصني شي حاجه شكركم الله يخليكم ليا وخليكم ديما منورين خليكم وليداتكم وبنياتكم وشكرا لكم تابعوا لاله مريم هذا دابا انا ساليتهم اخوتي غادي نخليهم يطلقوا شويه ونبدا نعمر قدامكم اخوتي وما تنساوناش بجيم ديالكم والمشاهده ديالكم الله يخليكم لينا وشكرا لكم بزاف واخا نعيا ونشكركم اخوتي ما غادي نرد لكم حتى حاجه اللي درتوها معنا الله يخليكم لينا وشكرا لكم بزاف وزيدوا عاونونا بالمشاهده ما تنساوناش وما تخليوناش في نص الطريق قلت لاختي مريم باني بنت وانتم نتمنىكم طلعوا لنا القناه ان شاء الله وشكرا لكم الله يطلع دراجتكم وخليكم معايا اخوتي جيت وليد العربي راه تيقول فوكا شي اي وجدو انا اختي تقول فوكا شي نضرب واحد الخمسه الحبات ولا لسه نتركي هذا الشيء كامل مع الجناب اخوتي ديروا لهم الماء شويه الفرماج الفرماج نسيت اكيد زعما راكي مفكراني شنو الفرماج تبقاو هكا تبسطوا يديكم انتما
قلت له قول لوليدات الصغيرين ملي تيكونوا غادي للمدرسه تتمنى وليدات صغار عندنا العربي العربي سمح حتى هو صغير حتى هو صار ديال المدرسه كيم حي دابا نديرو الوليدات ان شاء الله وليدات العربي وسي محمد قولوا لهم طبسيله لاله مريم دهنتها طبسي راني دهنت اخوتي بالزيت كذلك كتبقاي تستمري بهذه الطريقه هذه حتى كتسالي الخبيزه ديالك كاملين كنتمنى هاد الفطاير تعجبو المشاهدين ديالي العزاز الغاليين الشباب ديالي يعجبوهم وجربوهم تاهما وردوا على مريم الكومونتيرات زوينين خليو لها التعاليق كونوا شي كومونتيرات زوينين وخليو ويعاونوها بالمشاهدة ديالهم الله يعاونكم ويخليكم لينا وهلا خطيكم عليا العزاز الغالي راه بلا بيكم ما نسوى والو خوتي والله يعطينا هذيك اليدية الصح انا وياك الوالدة هي صغار صغيرين وطيب زين انا وليت بحال بحال اللي ديا قالها لها الواد قالها مطيب زين عندك تكل يدين اه قالها لها نهار اللي كتصوب الدجاج صداقه طيب زين تيخدموا الشغل كبروكم ياه ايوا ما ينساوش خير كالوالده الطريقه بحالك اخوتي كتستمروا حتى كتسالوا الخبيزه ديالكم كاملين ونتمناكم تقبلوا على اختكم مريم وشكرا لكم بزاف خليكم لينا اخوتي كيجيو خفاف وزوينين مشاهدكم فيهم اخوتي المشاهدين خيركم في داركم واجوا عند اختكم الا قبلتوا على اختكم يطاجوا عندي مرحبا بكم كاملين مرحبا بكم جيو لعندي وندير الخياتي اللي تمناو نديرو لكم ودابا تابعوني ما نطولش عليكم الفيديو حتى نكملهم كاملين ونتلاقاو اخوتي المشاهدين وشكرا لكم والله يخليكم لينا معكم اخوتي دابا ساليت الخبزات كلهم وريهم اخويا العربي هانتوما ساليتهم كاملين ودابا غادي ندهن لهم الوجه ديالهم بالبيض ندير جوج بيضات غير المحين لا كله شي معايا قدني خصني ثلاثة عندي الحليب خوتي راه طربت هذا الشيء بسم الله البيض والحليب صافي هادشي اللي كديري في هذا الشيء ملي تجي تهنيهم وكان شي شيء لوالدك وتعاوننا انا وياه كاينش تجيب لهم هاد البيض والحليب تجيب لهم هشاش وكيحمرهم من الوجه حتى اللي عنده هذا تيقولوا له الزريعه ديال الجنجلان البيو فيهم تيجيو من وجههم زوين مقرمشين بالجنجلان وكل واحد على الطريقه ديالهم حنا دابا الدراري تعجبهم هكا احسن من الجنجلان وخليكم معايا اخوتي حتى نكمل كما كتشوفوا دابا غادي نقطعهم هاك كتقطعهم اخوتي تجي نوعي عندكم ماضية هاك كتمشي معاهم تابعوني حتى نقطعهم كما كتشوفون عمرت كاس ديالي طابو خبيزة ديالي ونتمنىكم تقبلوا عليا اخوتي المشاهدين ونتمنىكم تجربوها وان شاء الله تعطيو لي في الكومونتيرات وتخليو لي شي كومونتيرات زوينين الله يزيد لكم الايام وهانتوما اخوتي كي كيجيو هانتوما زيد على الملح ولا كان شي محمد سمح لنا وليدات تحمقوا عليهم اخوتي انا بنات خويا تيجيو تيموتوا عليهم تيقول لك خصهم واخا امي بحال هكا يا عمت شوفوا كي جاوا عامرين هذاك الشيء اخوتي المشاهدين وغنبدا نشكر اخوتي المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن والدول العربيه كامله اخوتنا الجزائر هلا خطيكم عليا
خوتي كاملين راكم عزاز وغاليين وراكم في القلب. ودابا بلا ما نطول عليكم هذا الفيديو وتنتمنى لكم السعاده والهنا والفرحه انتم ووليداتكم. حتى الفيديو راه طويل نتمنى خوتنا المشاهدين وما تبولونيش اخوتي انا اي حاجه كنبغي نشاركها معكم وشاركت معكم اي حاجه بالدقيق باش ما تقولش اختي مريم وراتني حاجه وحاجه لا. ونتمنى لكم تفرجوا من الاول حتى التالي والله يخليكم ليا وشكرا لكم بزاف وديما جيم والمشاهده ديالكم وعمرنا نساو خيركم اخوتي المشاهدين معاوننا بالمشاهده عمرنا نساوكم وشكرا لكم بزاف واللي خدتكم علينا ونتمنى توصل هذاك الهدايا اخوتي المشاهدين كاملين وشكرا لكم ما نطولش عليكم هذا الفيديو ونتمنى تقبلوا علينا والسلام عليكم اخوتي واحلى بوسه سلام المشاهدين ديالي كاملين.